نعطيكم كذلك واحد ديسير سهل، كريم برولي بالبسكوي. غادي نحتاجو فيه 40 غرام ديال سنيده و 20 غرام ديال الطحين و 40 غرام ديال اي بسكوي مطحون. يعني اي بسكوي عند السيده في الدار تشدو وتحلو وتعبر منه 40 غرام. غير هو يكون سامبل، يعني ما فيش شكلاط ولا داك. كاين واحد البسكوي اللون ديالو اسود وفي واحد باش يشقوه ابيض. حنا بغينا بسكوي سامبل يطحنوه. وعندنا كاس عنبة ديال الحليب بارد وكاس عنبة ديال لاكريم فريش. وعندنا فاني والسكر الاسمر اللي تزيين. غادي ندوزو الطريقة. كسرونة غادي نديروها على نار، غادي نديرو فيها داك سنيدة والطحين وداك البسكوي، ونزيدو عليها داك الكويس ديال العنبة الحليب وكاس العنبة ديال لاكريم فريش والفاني، ونحركوه حتى يخفق واحد شويه مع التحريك باش ما يتلصقناش داك الطحين مع جوانب الكسرونه، ونخويوه في داك الكويسات ديال لي كريم بغولي راهم ديال الدجاج ولا ديال الطين، وندخلهم الثلاجه يبردوا. ما تحتاجوش اي مجمد، غير الثلاجه يبردوا لنا واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع. ونستقدم تندوروا لهم داك السكر الاسمر من الفوق وتنضربوا بديك الشاليمو. او ممكن يعني اللي ما عندهاش الشاليمو غدير السكر وتقلبهم في الفران لديك الطبقه الفوقانيه ديال الشبكه الفران، تقلبهم مباشره مع دغيا غادي يتحمروا ليها. طريقه يعني سهله فعلا، يعني سهل بزاف. المخيمين يعني ما كيبغاو شي نهار يطرحوا براسهم ويديروا الشبيوات راه ممكن. ايه كاينه فعلا، ما يعطيك الصحه.